هل أنت أجنبي تخطط للبقاء في بولندا لأكثر من 30 يوما؟ طوال المدة إقامتك في بولندا سجل للحصول على إقامة مؤقتة، تحقق من كيفية القيام بذلك. أولا في دار البلدية، قم بتنزيل وتعبئة نموذج طلب الإقامة المؤقتة. إذا كنت مالك الشقة التي تريد تسجيل الوصول إليها، فيرجى إحضار أحد المستندات التالية لإثبات ذلك، على سبيل المثال عقد إيجار أو متخرج من السجل العقاري. إذا لم تكن مالك الشقة التي ترغب في التسجيل فيها، يجب على الشخص الذي لديه سند قانوني للشقة أن يوقع ويؤكد إقامتك في استمارة تسجيل الإقامة. إذا كنت مواطنا في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، قم بإعداد وثيقة سفر صالحة. إذا كنت أحد أفراد عائلة أحد مواطني الاتحاد الأوروبي، فقم بإعداد وثيقة سفر صالحة وبطاقة إقامة دائمة. إذا لم تكن مواطنا أو أحد أفراد عائلة أحد مواطني الاتحاد الأوروبي، فقم بإعداد وثيقة سفر صالحة وواحدة من المستندات التالية: تأشيرة أو بطاقة إقامة. تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة. تصريح إقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي. قرار منح وضع اللاجئ أو لأسباب إنسانية. ثانيا، كيف يتم التسجيل عبر الإنترنت؟ إذا كنت ترغب في إرسال النموذج عبر الإنترنت، فأنت بحاجة إلى ملف تعريف موثوق به يسمح لك بتأكيد هويتك. إذا لم تكن مواطنا في الاتحاد الأوروبي ولست أحد أفراد عائلة أحد مواطني الاتحاد الأوروبي، فلا يمكنك التسجيل عبر الإنترنت. يجب عليك إظهار المستندات التي تؤكد حق الإقامة في بولندا في دار البلدية. قم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الخاصة بك أو باستخدام البنك الخاص بك عبر الإنترنت. سينقلك النظام إلى صفحة ملف التعريف الموثوق به. قم بإجراء عمليات المسح للمستندات ذات الصلة. حدد نوع الإقامة التي ترغب في التسجيل فيها. املأ الحقول المتبقية بالبيانات الشخصية والعنوان المسجل. إذا كنت ترغب في الحصول على شهادة تسجيل الإقامة، قم بإرفاق وثيقة تؤكد دفعها. تحقق من الطلب ووقعه إلكترونيا. ستتلقى تأكيدا على تقديم الطلب في بريدك الإلكتروني EPUB، أي النظام الأساسي الإلكتروني لخدمات الإدارة العامة. في كلتا الحالتين تقوم بتسليم المستندات في دار البلدية حيث تعيش أو ترسلها عبر الإنترنت في موعد لا يتجاوز اليوم 30 من وصولك إلى مكان الإقامة المؤقتة في بولندا. إذا بقيت في بولندا لأكثر من 3 أشهر وكنت مواطنا أو أحد أفراد عائلة أحد مواطني الاتحاد الأوروبي، أو في موعد لا يتجاوز اليوم 4 من وصولك إلى مكان الإقامة المؤقتة في بولندا، إذا بقيت في بولندا لأكثر من 30 يوما
ولست مواطنا أو أحد أفراد عائلة أحد مواطني الاتحاد الأوروبي.